السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خدمة بنقدمها في المقربية مجانية وهي الوظائف. هتلاقي عدد كبير جدا من الوظائف، كل ما حد بينزل وظيفة بنبدأ نضيفها ونضيفها بشكل منظم. تقدر تعمل سيرش على الكلمة اللي انت عايزها أو بالمكان، يعني انت عايز تشتغل مثلا في أي دولة من الدول، فتبدأ تعمل سيرش للوظائف وبنحدد الوظيفة الفول تايم والإيميل اللي تبعت عليه وكل التفاصيل. تقدر تدوس على اي وظيفه تدخل للتفصيل. لو انت عايز تضيف وظيفه فبتقول له بوست اجوب وتطلع لك فورمه، وتبدا الفورمه دي تملاها، يعني تبدا جوب تايتل، اللوكيشن، الجوب تايب، الديسكريبشن، الموقع بتاع الشركه، الايميل اللي هنبدا نرسل عليه. تمام. بعد ما تملى الحاجات دي كلها بتقول له سيف، فبتوصل لي فبعمل لها ايه بابش.